السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في إذاعة جديدة ونشاط جديد رفقة تلاميذ مجموعة مدارس القادري. ونفتتح إذاعتنا اليوم رفقة التلميذة وئام الروفي وكلمة اليوم. تفضلي وئام. اسمي وئام الروفي، أدرس في المستوى الثاني ابتدائي بمدرسة جي اس كاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل في محكم التنزيل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. السادة المعلمون الكرام، إخواني التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقونها. سلام عطر له أريج من أعماقه يعبق اليسمين. سلام الله نهديه إليكم منزوجا حنينا. أرحب بكم في رحاب مدرستنا العزيزة ومع إذاعتنا لهذا اليوم الموافق ل24 يونيو 2020. راجينا من الله العلي القدير أن تجدوا في طياتها المتعة والفائدة. أشكركم على استماعكم أعزائي عزيزاتي، وأترككم مع باقي الزملاء. شكرا لك وئام على هذه الكلمة المقصدبة والرائعة. ونمر إلى مناسبات دولية ووطنية. رفقة التلميذ صفوان يتفضل. اسمي صفوان الفاضل، أدرس بالمستوى الثاني ابتدائي مجموعة مدارس جي اس كاد. أتشرف بوجودي معكم اليوم في فقرة مناسبات دولية ووطنية للإذاعة المدرسية، وسأتطرق إلى يوم الأمم المتحدة والخدمة العامة تحت شعار خدمة المجتمع قيمة أخلاقية وإنسانية. يأتي احتفال العالم اليوم الموافق ل23 من حزيران يونيو بيوم الخدمة العامة كتذكير بأهمية تقديم الدول للخدمات العامة والدور ذلك في رفاهية وسعادة المجتمعات. منذ عام 2003 شارك أكثر من 4000 مبادرة من 82 دولة في جائزة الخدمة العامة للأمم المتحدة، وهذه الخدمة تتراوح بين مشاريع التي توفر التقييم المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في تنمية مهاراتهم وتعزيز مساواة بين الجنسين وتحسين الخدمة الصيدلانية. شكرا على الاستماع والمتابعة أصدقائي صديقاتي، أترككم مع باقي الزملاء. شكرا لك سفيان. شكرا لك صفوان. ونمر إلى مقولة الأجداد رفقة التلميذة رانيا يخلفان. مقولة الأجداد رانيا يخلفان سيد جاك تاردي المدرسة القادرة. قال جدي: نحن في زمن إذا قيل للحجر كن إنسانا لقال عذرا، فلست قاسيا بما يكفي. ثم قال جدي زمان: ومتربي في الخير يشم إيدي إشبع، ومتربي على الجوع بما الدنيا ما يقنع. ثم قال جدي في مقولة أمازيغية: قاب نادم زود أزرو، شدرت فلاس تقلبت، إذا فلاك تقلبت. شكرا لك رانيا على هذه المقولة الرائعة والمليئة بالحكم. وننطلق إلى مدينة رفقة التلميذة هاجر، تفضل. اسمي هاجر، سني 8 سنوات، مستوى الثاني، مدرستي هي قدري. موضوع هو
مدينتي بالملال. بالملال مدينة جميلة تقع وسط المغرب، منادرها جميلة كشلالات عين سردون وقصر المدينة. مناخها صحي وأحياؤها جميلة مثل حي القبسة. سكانها خليط من العرب والأمازيغ. أحب مدينتي وشكرا. شكرا لك هاجر، شكرا لك على هذه المعلومات عن مدينة بني ملال. ونمر إلى آخر فقرة رفقت التلميذة النجيبة سارة بناري، والتي ستلقي على مسامعكم قصة وعبرة. تفضلي سارة. Bonsoir à tous. Je me présente Sarah Binari. C'est de groupe Jambon. Ma participation d'aujourd'hui dans cette fameuse radio, c'est avec une histoire à méditer intitulée La petite grenouille. Merci à vous. Merci d'avance de votre écoute. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver au haut d'une grande tour. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les encourager. Et la course commença. En fait, les gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignent la cime. Et toutes les phrases qu'on en entendit furent impossibles. Elles n'y arriveront jamais. Les grenouilles commencèrent peu à se décourager. Toutes sauf une qui continua à grimper. Les gens continuèrent vraiment pas la peine. Elles n'y arriveront jamais. Et les grenouilles s'avouaient vaincues sauf une qui continuait à de grimper. Envers et contre tout. À la fin, toutes abandonnèrent sauf cette grenouille qui seule est au prix d'un énorme effort atteignit la cime. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle était arrivée. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander comment elle avait réussi l'épreuve. Elle découvrit qu'elle était sourde. La leçon est, n'écoutez donc pas les personnes qui ont l'habitude d'être négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de votre cœur. Rappelez-vous du pouvoir quand les mots que vous entendez ou que vous lisez, soyez toujours positif, soyez toujours sourd. Quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez réaliser vos rêves, et merci. شكرا لك سارة، شكرا هذه العبرة وهذه القصة الرائعة، شكرا لكم على هذه الإذاعة المسمينة، شكرا للأستاذات اللواتي صهرنا على هذه الإذاعة، أستاذة رشيدة وأستاذة سعاد،
نشكركم أيها التلاميذ والتلميذات الرائعون، وإلى اللقاء في إذاعة جديدة وفي موضوع جديد. إلى اللقاء.